ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا لا محيد، لكن لم تؤمر بتعطيل الأسباب، والله صح لا محيد للإنسان عن القدر المحدود، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب، أما خلق النتائج هذا بيد الله سبحانه وتعالى، قد تفعل ولا يحصل لك شيء لأن الله لم يقدر لك نتيجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أنت فعلت السبب، ومسألة حصول المقصود هذا عند الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يحصل المقصود فإنك لا تلوم نفسك لأنك فعلت ما تستطيع، وتؤمن بالقضاء والقدر وتقول يمكن أن الله اختار لي ما هو أحسن، أنه لو حصل لي المقصود صار ضرر علي فالله حبسه عني لمصلحتي. لا تكره ذلك. نعم.